ولا تبقى مجرد خطابات. مرحبا بكم في الظهيرة نيوز. اليوم سنحاول الجواب على هذين السؤالين مع ضيوفنا، لكن قبل ذلك وكالعادة موجز لأهم الأنباء من تقديم عبد الغفور سلمان. إليك عبد الغفور. شكرا زميلي حمزة. مشاهدينا أهلا بكم إلى موجز الظهيرة. بشر أمس الخميس رسميا عبد المجيد تبون مهامه كرئيس ثامن للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بعدما أدى اليمين الدستورية بقصر الأمم بحضور مسؤولين في الدولة على غرار رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ورئيس مجلس الأمة صالح جوجيل ورئيس المجلس الشعبي الوطني سليمان شنين، بالإضافة إلى شخصيات أخرى وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمدين في الجزائر. وأمام الرئيس الأول للمحكمة العليا عبد المجيد تبون واضعا يده اليمنى على المصحف مكررا. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفاء للتضحيات الكبرى. وفاء للتضحيات الكبرى. ولأرواح شهدائنا الأبرار. ولأرواح شهدائنا الأبرار. وقيم ثورة نوفمبر الخالدة. وقيام ثورة نوفمبر الخالدة. أقسم بالله العلي العظيم. أقسم بالله العلي العظيم. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. أن أحترم الدين الإسلامي وأمجده. وأدافع عن الدستور. وأدافع عن الدستور. وأسهر على استمرارية الدولة. وأسهر على استمرارية الدولة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة. وأعمل على توفير الشروط اللازمة للسير العادل للمؤسسات. للسير العادل للمؤسسات. والنظام الدستوري. والنظام الدستوري. وأسعى من أجل تدعيم المسار الديمقراطي. وأسعى من تدعيم المسار الديمقراطي. وأحترم حرية اختيار الشعب. وأحترم اختيار حرية الشعب. ومؤسسات الجمهورية. ومؤسسات الجمهورية. وقوانينها. وقوانينها. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. وأحافظ على سلامة التراب الوطني. ووحدة الشعب والأمة. ووحدة الشعب والأمة. وأحمي الحريات. وأحمي الحريات. والحقوق الأساسية. والحقوق الأساسية. للإنسان والمواطن. للإنسان والمواطن. وأعمل بدون هوادة. وأعمل بدون هوادة. من أجل تطور الشعب وازدهاره. من أجل تطور الشعب وازدهاره. وأسعى بكل قواي. وأسعى بكل قواي. في سبيل تحقيق المثل العليا. في سبيل تحقيق المثل العليا. للعدالة. للعدالة. والحرية. والحرية. والسلم في العالم. والسلم في العالم. والله على ما أقول شهيد. والله على ما أقول شهيد. شكرا سيد الرئيس. هذا وسلم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام الاستحقاق مصف صدر لكل من رئيس الدولة عبد القادر بن صالح ونائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي أحمد قايد صالح، وذلك عرفانا بالمجهودات التي قدمها بن صالح وقايد صالح خدمة للجزائر. من جهته قدم الوزير الأول نور الدين بدوي الخميس استقالته لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بقصر الرئاسة بالمرادية، وبعد انتهاء مراسم تأدية عبد المجيد تبون لليمين الدستورية وتسلمه مهام رئاسة الجمهورية توجه نور الدين بدوي مباشرة إلى مقر رئاسة الجمهورية أين قدم استقالته للرئيس الذي قبلها، كما قام عبد المجيد تبون بتعيين وزير الخارجية السابق صبري بوغادوم وزيرا أولا بالنيابة لغاية تشكيل حكومة جديدة حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية، حيث قام رئيس الجمهورية الجديد بتكليف الحكومة الحالية بمواصلة مهامها كحكومة تصريف أعمال. وأنهى رئيس الجمهورية مساء اليوم مهام وزير الداخلية صلاح الدين دحمون وقام بتعيين وزير السكن كمال بلجود في منصب وزير الداخلية بالنيابة. كشف عبد القادر بن قرينة رئيس حركة البناء الوطني خلال انعقاده لمجلس الشورى اليوم عن إعفائه من رئاسة حركة البناء
لأنه عجز عن تحقيق المرتبة الأولى في الانتخابات الرئاسية الأخيرة وتوليه ككرسي رئاسة الجمهورية، كما أعلن عن رفضه لتولي أحد الحقائب الوزارية وأنه ليس له أي رغبة في ذلك. هذا في حال ما إذا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عينه في أحد المناصب. إعفائي أو طلب استقالتي جاء لأنني لم أحصل على المرتبة الأولى، كان في هدفنا بأننا سوف نكون في المرتبة الأولى، عجزت شخصيا عن الوصول لهذا الهدف، لو ترشح أحد إخواني كان يمكن أن يصل إلى هذا الهدف، ولذلك أرجعت الأمانة لإخواني وأخواتي في مجلس الشورى. إذا تكلمي على عبد القادر بن قرينة وبكل صدق، وما في حتى ما عندي رغبة حتى في أي منصب من المناصب، وحتى المنصب الترشح لرئاسة الجمهورية إخواني هم اللي أجمعوا على ترشيحي، وما هيش رغبتي أنا أو طلبي أنا أو إخواني أجمعوا على ترشيحي، ولله الحمد كاين أفضل مني كثير منهم موجود في هذا المجلس، ولكن شاءت الأقدار أنهم يكلفوني بهذه المهمة. محليا عقد مدير الشؤون الدينية والأوقاف بالتنسيق مع المجلس العلمي بولاية مستغانم اجتماعا تشاوريا انتهى إلى إصدار تعليمة تفرض على جميع الأئمة احترام المدة الزمنية للخطبة، وهذا من أجل توحيد الكلمة ودفع اللبس عن المصلين. اتفقت يعني الجماعة بأن يكون الأذان موحدا والصلاة يعني صلاة الجمعة موحدة، اتفقنا من قبل على هذا الاسم على هذا التحديد ولكنه لم يطبق. الآن ستصدر يعني تعليمة ملزمة لكل إمام بأن يلتزم بهذه التعليمة. فبعد يعني مد وجزر اتفقت الجماعة على أن يرفع الأذان الأول عند الزوال، ويكون الأذان الثاني مخير فيه ما بين الواحدة وعشرة وربع إلى الواحدة وعشرين وانتهاء صلاة الجمعة، وكان يعني وحدد الانتهاء لصلاة الجمعة بالواحدة وخمسين وثلاثين دقيقة أو ما يقاربها. احتضن المركب الرياضي الجواري عين البرج لعاصمة ولاية سمسلت نهائي الدورة الكروية في طبعتها الثانية لكأس الخدمات الاجتماعية لفائدة عمال التربية تحت شعار الرياضة تربية وأخلاق. وقد عرفت هذه التظاهرة التي تندرج ضمن البرنامج السنوي للجنة الولائية للمنطقة مشاركة أكثر من 69 فريقا يمثلون مختلف المؤسسات التربوية في الأطوار التعليمية الثلاثة. شاركت حوالي 62 مؤسسة تربوية زائد خمس مقاطعات تربوية، كل مقاطعة تاع الابتدائي في حوالي خمس مدارس إلى ست مدارس. هذه الطبعة الثانية انطلقت بعد تمديد العهدة في 13 أكتوبر. كان 69 فريق اللي شاركت في هذه التظاهرة، وإن شاء الله تكون سنة حميدة بنديروا تورنوا واحد آخر نون ستوب إن شاء الله على يكون مدى السنة. الحمد لله على التتويج وفزنا بالطبعة الثانية المنظمة من طرف اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية، وهم مشكورين على ذلك. أتمنى أن يواصلوا في هذه الطبعة في طبعة ثانية إلى طبعة ثالثة في العام المقبل إن شاء الله. وشكرا. نشكر اللجنة الولائية للخدمات الاجتماعية لولاية سمسيلت على هذه الدورة التي ضمت 68 فريق، لكن تحصلنا على المرتبة الثانية والحمد لله على هذا التتويج. ختام الموجز، العودة إلى حمزة بدوي، إلى اللقاء. شكرا جزيلا عبد الغفور. إذن حاشية لا تصفق لا تبارك لا تشيت بالمصطلح العام كما هو معروف، بل تصوب وتحاسب. هل هو هدف مستحيل صعب أم سهل أو يمكن تحقيقه وكيف ذلك؟ أما وعود الرئيس فما هي آليات تحقيقها حتى لا تبقى مجرد خطابات كما شهدناه في السابق؟ يسعدني أن أناقش هذين المحورين مع ضيفاي الكريمين السيد إدريس عطية أستاذ جامعي ومحلل سياسي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك ومساء الخير لكم ولكل مشاهدي الأكارم. شكرا جزيلا. السيد فريد مهلول محلل سياسي وخبير اقتصادي. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. سيد إدريس عطية، لو أبدأ بك، محيط الرئيس أو كما يسمى بالبطانة أو البطانة الحسنة أو السيئة يعني موجودة في الحالتين،
كيف تتكون هذه أو كيف يتكون محيط الرئيس ومن يختارها؟ الرئيس السيد عبد المجيد تبون أكد في كلمته عشية فوزه في الانتخابات الرئاسية على أنه لا يعترف إلا بالشعب الجزائري وأن من انتخبه شعب جزائري، وبالتالي حديث البطانة وغيرها ترتبط مباشرة بالشعب الجزائري على أساس أن الحراك منذ 22 من فبراير الماضي أكد على الكثير من الأشياء، أكد على التحام الجيش بالشعب، وهو يؤكد اليوم في نهايته على التحام الرئيس بشعبه، وأن هذا الشعب أفرز رئيسا فائزا بطريقة ديمقراطية بطريقة شرعية تمكنه من فتح الكثير من الورشات الإصلاح السياسي في شتى المجالات. إذن البطانة هي تتكون من خلال هذا الشعب، لأن الجزائر بلد غني بالكفاءات، بالوطنيين، بالأحرار الموجودين في كل مكان، سواء في الجيش الوطني الشعبي، سواء في كل المؤسسات العمومية، وحتى في أبناء الشعب الجزائري كلهم. بل بالأحرى أن السيد رئيس الجمهورية ذهب إلى بعد من ذلك ليناشد رجال أعمال النزهاء، رجال أعمال الصادقين، ويناشد كل أبناء الوطن من أجل الدخول في مرحلة جديدة، قوامها جمهورية جديدة تتأسس على حقوق الإنسان وعلى الفكر السليم وعلى النضج المؤسساتي وغيرها من الأفكار الإيجابية. وبالتالي البطانة هي موجودة، الصادقين أبناء الجزائر كلهم أعتقد موجودون، ولا يمكن أن نقف ونتحدث فقط عند ذاك ضعيف الوطنية أو الذي ذهب في ضلالة أو غيره. أعتقد من الأجدر بنا أن نوحد الجهود، أن نصطف جميعا من أجل بناء جمهورية قوية، قوية في سياساتها، قوية في مؤسساتها، قوية في اقتصادها، قوية في ثقافتها وفي مجتمعاتها. وأعتقد أن الكلمة التي أدلى بها، بل بالأحرى البرنامج الذي أعاد تأكيده السيد رئيس الجمهورية بعد قيامه باليمين الدستورية، أن كل النقاط أصبحت واضحة للعيان، وأصبح كل شيء بارز، ترى أجندة واضحة والخطوط العريضة واضحة، والملفات التي تحدث عنها وعرج عليها جميعها ولم يستثنيها، أعتقد اليوم الأجندة واضحة. نعم. وبالتالي من أراد أن يكون ساعد من سواعد الخير في الجزائر فالباب مفتوح للجميع. نعم. وهذا ما أكده، ليس الباب مفتوح للجزائريين فقط، بل قال أنه الباب الجزائري مفتوح حتى لكل الأفارقة ولكل العرب، وأكد في الكثير من الملفات. وبالتالي اليوم ينبغي أن ننظر نظرة أكثر إيجابية نحو مستقبل المنشود. نعم. سيد فريد مهلول، فيما يخص محيط الرئيس أو بطانة الرئيس، كيف تتكون؟ شكرا أخي الكريم. نعم. أولا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إذا غادي تسوالين وغادي غادي سكدنا السي أسندنا، السلام عليكم أزول في اللون كلمة الليم. مبروك عليك للجزائر الرئيس الجديد. الحمد لله الجزائر عادت إلى 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 سكتها الطبيعية. الآن الشرعية بدأت تتجسد، والآن البارحة شاهدنا أداء اليمين الدستورية للرئيس السيد الرئيس عبد المجيد تبون. فيما يخص سؤالكم الوجيه حول البطانة الصالحة، أظن أن السيد عبد المجيد تبون السيد الرئيس لديه من الخبرة والحنكة والدراية السياسية والإدارية ما يمكنه من اختيار بطانته الصالحة وأصدقائه وسونتوراج كما يقولوا، فهمتني؟ ولذلك البارحة قام بإجراءات أظن أنها غاية في الحكمة، وهي أولا أنه قابل استقالة السيد رئيس الحكومة السابقة والسيد وزير الداخلية، ولم يتسرع في الإعلان عن الرئيس الجديد للحكومة حتى يأخذ وقته في اختيار الكفاءات والنخب التي من شأنها الذهاب أو دفع قطار التنمية، ولا أقول التنمية فقط وإنما قطار السياسة الجزائرية الجديدة. إذن نحن إن شاء الله أمام رئيس متمكن، وأظن أن حتى حاشيته هي حاشية من الخبراء والناس الذين لديهم دراية بالسياسة وبالاقتصاد. نعم. خلينا نتكلم عموما، يعني مش فقط. نعم. على فيما يخص نحن في حالة مناسبة مهمة أكيد، لكن نتكلم عن الموضوع بعموميته. هذا المحيط كيف يتكون؟ هل يختاره الرئيس وعنده مسؤولية اختيار هذا المحيط، أم هناك ظروف أخرى تساعد على خلق هذا المحيط؟ أظن سيدي الكريم أنه من خلال خطابه الوجيز الذي ألقاه البارحة عقب أداء اليمين الدستورية أنه كان صريحا.
أولا أنه حدد خطوط أو الخطوط العريضة لسياسته، وكذلك طلب من الشعب أن يساعده. كيف يساعده؟ هنا يطلب العون من الكفاءات والنخب، لأنه إحنا مرينا لا أقول عشريتين غابت فيها النخب، حيث كانت الرداءة هي من تحكم الكفاءة. أظن أن الآن الموازين سوف تعود. طيب كيف تكونت هذه الرداءة المحيطة بمحيط الرئيس؟ يعني هذا لب سؤالي، يعني الظروف التي تساعد على نشاط هذا المحيط. يقول لك المثل العربي يقول لك إذا كان رب البيت للطبل ضاربا فلا تلومن الأولاد على الرقص. احنا كانت منظومه فساد، كانت عصابه تتحكم بكل مفاصل الدوله وخاصه السياسه والاقتصاد، ومزج الاقتصاد بالسياسه حتى اصبح المال هو من يحكم السياسه. وبالتالي هنا ظهرت فئه او عصابه راحت تسن القوانين حسب مقتضياتها وحسب اهدافها وحسب مصالحها، وهذا هو الخطر الذي ضرب الجزائر وحتى وصلنا الى حافه الهاويه. الان يجب إبعاد المال النتين أو المال الوسخ عن السياسة، وقالها البارحة السيد رئيس الجمهورية، قال لك حتى الآن في الترشيحات أو الانتخابات القادمة إن شاء الله سوف نساعد حتى الشباب أو أصحاب الأفكار. مهم جدا، نقطة مهمة تاع إبعاد المال عن السياسة، بارك الله، أهم عامل ممكن يبدأ فيه حتى ينظف المحيط. كذلك في كذلك أصحاب الأفكار والنخب، لأنه تلقى مفكر أو عالم أو إنسان لديه دراية أو يستطيع أن يقدم شيء للجزاء ولكن ليس لديه مال. الرئيس كان واضحا قال لك سوف نساعد حتى في الانتخابات الذين ليس لهم مال على أن يترشحوا، والدولة سوف تتكفل بكل مصاريف الحملات الانتخابية وكل شيء. وأظن هذا شيء له. كذلك أظن بأنه الآن الجزائر سوف يجب أن تغير من منهجيتها ومن تفكيرها حتى الاقتصادي والسياسي، لأنه نحن عشنا فترة كنا نأخذ منها الخبرات من دول كانت مستعمرة لنا، وبهذه الطريقة رحنا نعيث في الأرض فسادا ونفسد بلدنا، رغم أننا لأننا اتبعنا سياسة